المهم كيما قلت لكم كيما راكم تشوفوا شوفوا الامطار متهاطله بسم الله ما شاء الله كل عام نفس الاجواء كل عام يوم عشرين مارس هادو هما الاجواء تصب النو مصبح كاين النو ما كانش كاين النو بصح العشيه هكذا كي نجي نحو عشبه النافع هادي ولا يسموها الدرياس تقضيلي تسمي صدرجيس ملي دي صيدك صدرجيس آه لهوا ذي قيمتك هاهم كيما راكم تشوفوا المطر يعني النو ما شاء الله نحيت في هذه البلاصه نحيت هنا ما لقيت والو مازال ابيض زدت زدت حرصت ما لقيتش ونحيت من البلاصه هذه يعني نحيت من ثلاث بلايص شوفوا حنايا نسحقوا غير الجذوع تاعو شوفوا هذو هما دوك نزيد نحي شويه شوف عندنا بسم الله ما شاء الله يعني ما نسحقوش نشري ولا حتى نروح للغابه ولا بلاصه بعيده باش نحوسوا عليه غير حنا عندنا هنايا في البحيره وكاين ما شاء الله المهم كما راكم تشوفوا هنايا هذا هو جذور عشبه الدرياس يزورانو درغيس كسغادون السردغين مليح مليح وسورا دينجرا كي ايثرا نحطوهم هكذا للنجوم مالغري ما كانش نجومي معليش هكذا يقعد يتصب عليهم المطر وغدوة الصباح ان شاء الله غادي نطيبو بهم أصبحنا وأصبح الملك لله، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة يومياتي مع أمي في البرية. في اليوم الثاني من الاحتفال بفصل الربيع اللي وهو 21 مارس من كل سنة. اليوم دخل فصل الربيع وكاين العديد من البلدان وحتى يعني هنا في الجزائر يعني مختلف الولايات كاين اللي يحتفلوا بفصل الربيع وكاينين أيضا اللي يحتفلوا بعيد الأم لذلك راني نوجه تحية لكل الأمهات ربي يحفظ أمهاتنا واللي أمهات هم يعني ماتوا ونقول ربي يرحمهم ويرحم جميع موتى المسلمين هم السابقون ونحن اللاحقون واول حاجه درتها كي جيت نضرب طلع على الفول اللي غرسته راح اليوم ما جاش الحلوف معنا في نهارنا اليوم المهم واش نقول لكم ازول في اللون مرحبا يسون السي ادنا على سكسونو درقيس وي تسو وي درقيس تيملالين بيان سور نديرو تزواج يعني راح نديرو عدد زوجي مش عدد فردي انا هنايا ثلاثه دوك نروح نزيد ونحتاجو الماء باش نغسلو الكسكس بلا ما ننساو السي الزبيب ما لازمش ننساو الزبيب اللي هو تاني عنصر مهم في المسفوف تاعنا المهم كما راكم تشوفوا نبداو نشعلوا النار باسكو نسحقوها مليح مليح وبعد ما نشعلوا النار نروحوا نحطوا الماء تاعنا يغلي باش نفور الكسكس هدو كان حتى هادوك جذور تاع أذريس ونخلوهم هكذا ونحطو معاهم البيضة نحطو هكذا البيض معاهم يغلي والبيض عشر دقائق تنحيوه والماء هذاك مع الجذور تخليوهم يغليو آه حتى حتى الاخر يعني حتى نفوروا الكسكس عليه هذه هي طريقه تحضير سكسو اودريس يعني ما ناكلوه ولا نطبخوه هذوك الجذور غير نفوروا بهم الكسكس وفقط المهم كما راكم تشوفوا الكسكس تاعي مازالو يفور دوكا نروحو نوجدو مع بعض البراج لانه تعرفوا انه الاحتفال بالربيع لازم يكون البراج وفي البراج هنايا واش نسحقو في المقادير نسحقو خميره كيميائيه هذه تاع نوارا كيس كامل الملح وملعقه سكر كيس فرينه كيس تاع السميد الخشين وكيس تاع سميد رطب وراحين نحتاجو كاس تاع الحليب وكاس تاع السمن دافي وانا هذا السمن زدت شويه زيت دوكا نروحو مع بعض نخلطو هاد المواد الجافه والان بعد ما خلطنا المواد الجافه نضيفو الكاس تاع السمن هو الاول ونبسوه كما راكم تشوفوا بعد ما بسسناه بهذا الشكل نضيفو كاس تاع الحليب ونقعدو نحركو وما نعجنوش حتى ولو يجينا الخليط جاري ما تخافوش لانه السميد تاعنا غادي يتشرب وغادي يولي عجينه وشوفي كيفاش ولا لي جاري نحاولو نجمعوه هكذا ونخليوه على جنب حتى يتشرب ويولي لنا عجينه سهله الاستعمال ونروحو نكملو الكسكس تاعنا المهم كما راكم تشوفوا هنايا ها يكون الكسكس تاعي خلاص فار يعني هذه التفويره تاعو هذا هو بالنسبه للعجينه جاتني بزاف رطبه زدت لها شويه الفرينة راكم تشوفوا الحاله الله غالب ما معيش الرينغ لايت سي بور سا مانيش مصور يعني بالتفصيل الممل راني يعني نصور لقطه بلقطه وهنا كيما راكم تشوفوا راني درت الدويره الاولى تاع المبرجه دوك نروح نعجن التمر تاعي ونديره ثاني دويره ونديرهم من الفوق ونزيد هذاك اللي شفتوه في القصعه وندير ونزيدهم من الفوق وندير يعني الدويره تاعي ونبدا نقطع في البراج تاعي ونحط الطاجين يسخن ونطيبوه مع بعض المهم كيما راكم تشوفوا الله غالب يعني جوده الصوره ماهيش مليحه بي بيان بيان خاطر قلت لكم الرينج لايت ماهوش معايا باش نشعلو و زيد تليفون تاعي يعني شارجي راه اقل من 15% على بها ما حبش يشعل الفلاش شوفو هنايا درت الطبقه الاولى الطبقه الثانيه بالغرس هذه الطبقه الثالثه دوك نقطعها الى معينات و في الطاجين وثاني الكسكس تاعي شوفو الكسكس راه وجد راح نحيه في صحن التقديم باش نحط الطاجين يسخن و انتم معايا ان شاء الله يا الفيديو تاع اليوم درتو فيديو بحب و بتعب تعبت فيه بزاف بزاف ان شاء الله يا ربي الناس اللي وصلت لهذا المقطع انكم ديروا لي لايك ديروا لي تعليق وتشجعوني و هذا الفيديو خاصه هذا الفيديو لانه تعبت بها بزاف و درتها بحب و ثاني رانا نحتفلوا بفصل الربيع وتحياتي لكم ان شاء الله يا يعجبكم فيديو تاع نهار اليوم والاطباق و في طاوله التقديم ان شاء الله المهم مساء الخير ومساء النور اه الدخان دار فيا حاله المهم شوفوا راني لحقت البراز شوفوا كيفاش طايبين هذه حرقت حرقت لي شويه ومن جهة الاخرى تاني خلاص طابو مازال هادو المهم بعد ما درت هذوك الطبقه الاولى والثانيه والثالثه قطعتهم على شكل معينات بهذا الشكل ووجدتهم وراني دوك نطيب فيهم المهم راني نحيتهم ودوك نكمل نطيب الباقي ونتلاقاو وهذا المسفوف تاعي درت فيه الزبيب والكسكس والبيض وغادي نسقيوه باللبن وهذا اللي تبقاو هذا الزوج المهم كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي للاطباق تاع اليوم الاحتفال بفصل الربيع بس حول هنا شوفوا شحال الدنيا مظلمه في هذا الظلام المهم شوفوا درت مبرج الله الله شوفوا طابت من جهتين بسم الله ما شاء الله وسميكه شوفوا شوفوا شحال طيبه من الداخل تشهي تبارك الله وهذا المسفوف درتو يعني سامبل حاجه بسيطه واقتصاديه ولذيذه شوفوا المهم ان شاء الله يا فيديو تاع نهار اليوم يعجبكم واذا عجبكم ما انكم تشتركوا في القناه تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد وتبارطاجوا لا الفيديو تاعي وتخلوا لي تعليق جميل نقولكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والى اللقاء